بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل سنة طيبين. فات سنة، السنة اللي فاتت كنا بنعمل حلقة كل يوم في رمضان بعكس المعتاد انها مرة في الأسبوع. فات سنة، بقول لكم تاني كل سنة طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير ونطلع من رمضان بالثواب، ما نطلعش من رمضان تعبنا من غير ثواب. فربنا يكرمنا يا رب جميعا. هنقسم فقرات رمضان لثلاث فقرات. الفقرة الأولى اسمها أحلى الكلام، الفقرة الثانية فقرة طبية أو نصائح خلي بالك، وبعدين رسالة من رسائل القراء اللي احنا هنقراها ومتعودين عليها. نبدأ بأحلى الكلام. كان سني 14 سنة، فاكر كويس جدا، ورحت لأبويا رحمة الله عليه، وكنا ابتدينا بقى نصوم شباب. الصيام على فكرة الصيام عبادة من الصعب واحد يتخلى عنها، ده نعرف ناس ما بتصليش لكن لازم تصوم. ليه؟ الله يعلم. بلاش، تعال شوف الخناقات اللي في العيادة يوميا. لما اقول له عيان افطر لا يمكن، وفين لما يقتنع. فانا رحت لابويا رحمه الله عليه، كان سنه 14 سنه، وقلت له احنا بنصوم ليه؟ طبعا اللي احنا عارفينه كلنا واللي مش عايز مناقشه ان العبادات ما فيهاش ليه. طب اصلي الظهر 4 ركعات ليه؟ طب ارخيهم 3، ما فيش ليه. طب ازاي اطوف والكعبه على شمالي؟ ده احنا كل حياة المسلمين يمين. طب ليه ما تبقاش كعبة على يميني وانا وطوف؟ لا بنطوف وكعبة على شمال. ليه؟ ما اعرفش. طب ده المغرب بيدن وانا في عرفة، طب ما اصلي المغرب؟ لا هتصلي في مزدلفة. في العبادات مفيش ليه، لكن قصاد كده اعمال العقل. اعمال العقل ده مهم جدا، ده امر من الله في القرآن اتكرر كتير جدا. افلا يعقلون كم مرة، افلا يبصرون كم مرة، يتفكرون كم مرة. فاعمال العقل عند ربنا مهم جدا. انما عبادات هعملها ولو مش عارف تفسيرها. كان يعني في واحد مرة بيقول لي انت فاكر لما تلمس الارض كده وتسجد انت عملت حاجة؟ قلت له حضرتك بتمسك التليفون وتضغط عليه مرتك ترد، ايه اللي حصل؟ قال لي معرفش. قلت له انا مديه بتلمس الارض معرفش ايه اللي حصل، مش لازم اعرف ايه اللي حصل، في حاجة حصلت لما دي لمست الارض. ففي العبادات مفيش ليه. لكن ابويا جاوبني اجابة ما عجبتنيش، بيقول لي عشان تحس بالفقير في الحال. واي حد بالفطرة تقول طب الفقير بيصوم ليه؟ طب ما كيبقى الصيام فرض على الاغنياء فقط، انما الفقير بيصوم ليه؟ قعدت من 14 سنة سني إلى لما وصلت 34 سنة، سن 34 سنة قعدت أفكر ليه بنصوم. في بيوت بتربي ولادها على كلمة عيب، وفي بيوت تانية بتربي ولادها على كلمة حرام، أيهما أفضل؟ لما أقول له الخمر عيب يا ابني، طب ما هيروح إنجلترا الخمر مش عيب وعادية. اما اقول له الزنا عيب يا ابني، اما يروح امريكا هيلاقي دي حاجه عاديه جدا، لكن لما اقول له حرام العمر كله وفي اي مكان. فسبحان الله، ده فكري والله يعلم، اعمال عقل. ربنا 30 يوم في السنه بيربينا على ايه؟ على كلمه حرام. يوم يعمل ايه؟ يحرم الحلال، يحرم الحلال. الزنا حرام، والزوجة حرام في رمضان، الخمرة حرام، والمية حرام في رمضان، وهكذا. فتحريم الحلال يبقى فيه العبودية، تحس بالعبودية. لكن الخوف كل الخوف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيام غير الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام غير السهر. يا نهار ابيض، 18 ساعة مانع نفسي عني ما اخدش ثوابهم؟ هل هذا عقل؟ هل هذا
يوافق المنطق. عشان كده الصيام، انا رأيي ان نصوم طول العام، طول العام ده تمرين، 30 يوم دول بس تمرين عن الغيبة والنميمة والنظر والسمع والكلام اللي ملوش داعي، اللي احنا قاعدين ناخد بيه عقوبة وانت مش داري. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. الجزء الاول من الحلقة كنا بنقول احلى الكلام، احلى الكلام في الصيام طبعا، لان احنا شهر رمضان المبارك. الجزء الثاني خلي بالك، هنبهك لحاجات 30 خلي بالك، كل يوم واحدة خلي بالك، زي احلى الكلام 30 كلام يعني ان شاء الله يا رب يعني يكون في ميزان حسناتنا كلنا ان شاء الله. في حاجة اسمها امتصاص، في حاجة اسمها الهضم ثم الامتصاص. مثال، كلت حتة عيش، طب ما انا عايز استفيد منها، لازم تخش جسمي يعني في الدم، فيحصل خطوتين. الخطوة الاولى هضم، العيش ده يفضل يكسر 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 لما يبقى مواد سهل جدا تمتص. الصائم قدرته على الامتصاص اضربها في 100، اضربها في 100. يعني ايه؟ يعني انا لو اكلت 10 جرام سكر وانا مش صايم امتص 3 جرام من العشرة، 5 جرام بكتير. طب وانا صايم امتص العشرة، امتص 10 جرام. اذا لو كلنا عرفنا دي هنخلي بالنا، نخلي بالنا من ايه؟ اخطر اكله تاكلها وانت صايم، لان الامتصاص هيبقى عالي جدا. كلت دهون هتمتص كلها على الدم، كلت بروتين على الدم، كلت جلوكوز على الدم. عشان كده النصيحه اللي بقولها كل سنه ومعظم المصريين بفضل الله وغير المصريين حفظوها، رمضان فطار غدا عشاء، رمضان فطار غدا عشاء. المغرب جدا ربع رغيف جبنه حط عليه طماطم عشان تبقى حلوه وكوبايه شاي بلبن، كانك بتفطر في يوم عادي. يقوم الامتصاص بتاع الحاجات دي ما يهمش، ده حاجات بسيطه جدا جدا جدا. وانزل سيب البيت، سيب البيت، لانك طول ما انت قاعد مخك والاكل وكده هتبقى مشكله كبيره. روح المسجد، اقعد اقرا قران قبل العشاء، وصلي العشاء، وصلي التراويح، هيبقى فات 3 ساعات او اكتر. ارجع اتغدى شويه خضار، مش هيبقى لك نفس قوي، واذا كان في بروتين حيواني او ما فيش، وشويه سلطه وخلاص انتهت المشكله. والعشاء قبل الفجر بنص ساعه زبادي. اقسم لك بالله اعمل كده وشوف صحتك هتبقى قد ايه بعد 30 يوم، شوف صحتك هتبقى شكلها ايه. رمضان فطار غدا عشاء، الفطار ساعه المغرب، المغرب قال الله اكبر افطر، الغداء بعد التراويح، العشاء قبل الفجر. اذا مشينا كده هنبقى بصحة جيدة. خلي رمضان ده كتر من الفواكه، كتر من الفواكه قبل الاكل. طبعا ممكن واحد يقول لي انا مش عايز افطر ربع رغيف جبنة بيضة وكده، انا عايز اخد تمر، ماشي مفيش مشكلة، لكن اياك تاكل. ومن هنا تنبيه لكل احبابنا، بلاش عزايم، بلاش رمضان شهر عبادة، مش شهر عزايم خالص، رمضان مش شهر عزايم. احنا بنعمل 30 يوم ب 30 عزوم، لا 60 عزوم، فطار سحور فطار سحور، ده هلاك. ونبعد عن العبادة، فين الهدوء؟ وفي ارجوكم يعني عايز ولادك يجوا عندك يوم ماشي، انما العزايم اليوميه والمجاملات نخليها بعد رمضان. يا سلام، اعزمني في العيد يا اخي، اعزمني في العيد ده انا ابقى سعيد جدا، انما في رمضان، رمضان شهر عباده. احنا المصريين قلبوه الى شهر اجتماعيات ومجاملات والفطار. ايه ده؟ ايه ده؟ زي اللي بينزلوا يشتروا. طب ده احنا في اكلنا في رمضان بيقل،
تشتري الحاجات دي كلها ليه؟ ليه؟ وتشتكي مش لاقيين كذا ومش لاقيين كذا، حاجة ملهاش أي داعي. فرجاء خالص لوجه الله الغوا العزايم والفطار، هيبقى فطار زي فطار اليوم العادي، والغدا بعد التراويح والعشاء كده هتبقى. أنا بكلمك عن صحتك، عن صحتك. هناك مرضى ممنوعين من الصيام، ولا تجادل، لا تجادل، بس طبيب مسلم حاذق زي ما اشترطوا، حاذق يعني شاطر، اذا توفر فيه الاثنين دول قال لك افطر افطر. احنا مطلوب منا الحفاظ على خمس حاجات، الحفاظ على خمس حاجات: على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال. ده امر رسول. الحفاظ ايه؟ على النفس. يعني اللي هيصوم وعنده فشل كلوي هيغسل يبقى محافظها على نفسه، اللي هيصوم وعنده تليف كبد واستسقى هيزيد المشكله، محافظها على نفسه. الحفاظ على النفس جزء من ديننا، الحفاظ على النفس. فلا تجادل. دكتور شاطر ودكتور مسلم قال لك افطر، قول له حاضر. ليه بقى يعز عليك انك تفطر؟ طبعا طبعا الصيام عبادة حلوة جدا 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 جدا، يعني من اجمل العبادات اللي ربنا عملها. يعني انا برتبهم كده صيام في حج، دول يعني بيسعدوا البني ادم ويرجعوا له نفسيته السليمة. احنا بعد رمضان بنبقى ناس تانيين خالص، بشرط بشرط ان يكون الصيام صيام حقيقي، ولا ينطبق علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ما خدش من صيامه غير الجوع، وما خدش من قيامه غير السهر. لا لا، احنا هنصوم السنة كلها، السنة كلها صيام عن النميمة وعن الغيبة وعن البصر. يعني لما ربنا يقول لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا رب ده النظرة اللي بقى مسؤول عنه، يا رب الكلمة اللي سمعتها مسؤول عنها، يا رب قلبي بكراهيته للناس مسؤول عنها. إن يعني حياتنا لازم تبقى راقية جدا جدا. مش عايزين نعمل الحاجات دي لما نكبر خالص. لو ابتديناها يا أولاد من سن الشباب هتبقوا حاجة تانية خالص خالص، يعني هتبقى راقي رقي غير عادي، اللي هي يعني الأخلاق الكريمة. الأخلاق الكريمة دي حاجة نادرة، عملة نادرة دلوقتي. خليك أنت النادر، خلي ربنا يحبك وشوف الخير اللي هتشوفه. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. خلصنا الجزء الإنساني من الحلقة، نخش في الجزء الطبي. رسائل السادة المشاهدين. أحمد شاكر عبد السلام، أحمد شاكر عبد السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريض غدة درقية، عملت لي مضاعفات في القلب، ارتخاء في الصمام المترالي وتضخم في القلب. دكتور قال لي من 3 شهور هنعمل إيكو، ولو الحالة ما تعدلتش هيبقى فيه تدخل جراحي. وأنا بلعب رياضة، أفيدني جزاك الله خير. لا علاقة بين ارتخاء الصمام والغدة الدرقية خالص. هو لو ارتخاء الصمام عامل ارتجاع، هشرح كل كلمة بالحرف، لو عامل ارتجاع الغدة الدرقية تفضحك. لو عامل ارتجاع شديد وعامل تضخم في البطين الأيسر وعامل هبوط في القلب، الغدة الدرقية تفضحك. يعني ايه تفضحك؟ يعني لو ما كانش في غدة درقية نشطة ما كنتش اشتكيت، لكن الغدة الدرقية تخلي شكوتك تظهر، انها جان دقات القلب بتضرب. فلكن لا علاقة بين الاثنين. يعني انت معتقد ان الغدة الدرقية نشطها عمل لك ارتخاء صمام؟ اسف اسف، مش كده خالص خالص. يعني ايه ارتخاء صمام؟ نشرحها
ويعني ايه نشاط غدة ترقية نشرحه عشان نعرف ان مفيش علاقة بين الاتنين. على فكرة اول كلمة سمعتها في كلية الطب اللي انا بعتز جدا بيها ولو اعيد لي الاختيار هختار كلية الطب رغم التعب اللي شفته في حياتي، قصر عيني. دخلنا اول كلمة سمعتها من استاذ فاضل قال medicine is not logic، الطب مش منطق، الطب مش منطق خالص. يا سعادة الباشا الميديسين از فاكتس، الطب حقائق. فيبقى الطب اللي بياخد الطب على انه منطق غلطان، غلطان. عمر الطب ما كان منطق، طب حقائق اتعلمناها في كتب وشفناها بعينينا في المرضى كده. لا علاقة بين ارتخاء الصمام وبين الغدة، يعني ده ما يعملش ده ولا ده يعمل ده، لكن نشاط الغدة ممكن يأثر على القلب. هو ده الكلام، نشاط الغدة الدرقية. وأني قلب؟ القلب المريض، القلب المريض يأثر عليه يعني يفضحه. يبقى المرض ساكت كده ومش باين، لو حصل نشاط غدة درقية يظهر المرض. ما هو ارتخاء الصمام؟ احنا عندنا حاجة اسمها الصمام النترالي، زي ده كده بالظبط بالظبط. الصمام النترالي بيفتح كده ويقفل، يفتح ويقفل. طب ما هو لو حصل ضغط عالي تحت المفروض يعمل كده، يقلب على فوق. يعني تخيل انت عندك باب ذو اتجاهين، وانت داخل بتفتحه كده وانت خارج بتعمله كده، ما ينفعش، ما ينفعش في القلب يبقى الباب كده، لازم الباب اتجاه واحد، يعني زي الباب العادي يفتح لكن يقفل ما يقلبش. طب ربنا سبحانه وتعالى عمل، سبحان الله، والله سبحان الله، الصمام عمل كده ما قلبش ليه على فوق؟ لان في حبال ماسكاه، حبال ماسكاه تمنعه انه يعمل كده. ساعات هذه الحبال تبقى طويله شويه يقوم ايه يقلب على فوق. هذا هو ارتخاء الصمام. ارتخاء الصمام درجات كثيره جدا جدا جدا، قد تكون درجه لا قيمه لها. انا مش هقول اسامي، لكن عندي لعيبه كوره فيرست تيم في أندية كبيرة عنده ارتخاء صمام، بيلعب كورة 90 دقيقة في الماتش وبيتمرن كل يوم 3-4 ساعات، ولا عمره نهج ولا قلبه ده. ارتخاء صمام ليه؟ عنده ارتخاء صمام درجة لا تذكر، يعني حاجة بيقلب حاجة بسيطة جدا مش عامل ارتجاع. إنما لو ارتخاء الصمام قلب بقى ارتجاع صمام، ارتجاع الدم ده مش حلو. ايه علاقته بالغدة؟ انه لو كان هناك اي مشاكل في القلب الغدة تفضحه. لماذا؟ الغدة بتنشط القلب. مثال، انا قلبي بيدق بين 70 و90 دقة في الدقيقة، قلبي بيدق بين 70 و90 دقة في الدقيقة. لو عندي نشاط غدة درقية ابقى 120 ل150 دقة في الدقيقة، ينشط القلب. طب لو في عيب في القلب يظهر. عارف الغدة الدرقية عاملة زي ايه؟ زي واحد بيجري، زي واحد بيجري يعرق، عنده عرق، قلبه بيدق بسرعة، عنده حاسد قلب بينهج، فده نشاط الغدة الدرقية. يبقى الايكو مهم جدا. طبعا السماعة اهم مليون مرة، السماعة بتجيب الارتجاع وسقوط الصمام ده في ثانية، لكن أأكده بالإيكو. ليه؟ عشان أعرف درجته. عايز حاجة دقيقة، جايز ودني ما جابتش، جايز أنا اتهيأ لي، جايز أنا بلغت في اللي سمعته، الإيكو هيقول لي هذا ارتجاع صمام درجة 1 2 3 4. لا ده عنده ارتجاع، لا ده سقوط صمام وبس ما عندوش ارتجاع. وتحليل الغدة الدرقية سهل جدا، اجيب الدم واحلل فيه هرمونات الغده الدرقيه، اذا كانت عاليه وعنده سقوط صمام ده يتعالج وتتعالج. هو الراجل قال لك، الدكتور بتاعك قال لك هتعمل عمليه، جايز هو شايف ان في ارتجاع شديد في الصمام، انما ملوش علاقه بالغده، الغده فضحت الامور فقط، انما ملوش علاقه. فهو هنعالج الغده الاول طبعا لحد ما الغده تبقى طبيعيه وافرازها طبيعي، ونشوف بقى حكايه الصمام دي ايه. هل
هناك ما يدعو لإجراء جراحة ولا الأمور معقولة؟ في حالتك يا أحمد يا شاكر يا عبد السلام المتابعة أساسية، المتابعة أساسية. ليه؟ لأن أنا عايز أشوف الأمور بتتغير ولا هي هي ولا حاجة. هل أنت عندك أعراض نشاط غدة؟ هل عندك أعراض نشاط الغدة؟ سهلة، تحس دقات قلبك مع أي مجهود بسيط، عرق شديد، بتخس، مهمة جدا. ومش بس بخس، ده أنا بخس رغم إن الشهية عالية جدا. ما هو في اتنين يلخبطونا في الشهية العالية مع الخسية، مريض السكر كده ومريض الغدة كده ومريض الغدة كده. فالغدة الدرقية لما بتنشط يبقى شهيتك عالية جدا جدا رغم إن الوزن قاعد ينقص، فده يشخص زيه زي مريض السكر. مريض السكر برضه شهية عالية جدا رغم ان هو بيخس. فاحنا هنمشي بالترتيب، واحد الغدة، اتنين الصمام، هل السقوط عامل الارتجاع؟ بعدين الدكتور قال لك عايز جراحة، ما تخافش، جراحة القلب دلوقتي في مصر متقدمة جدا 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 جدا، فتغيير الصمام ما بقاش مشكلة يعني. والصمامات انواع كثيرة جدا، اللي منه بلاستيك واللي منه حديد واللي منه بشري، اخد صمام من واحد اركبه للتاني، ده بشري، ده اقرب حاجة الى الطبيعي. فكلمة عملية ما تخوفكش، بس ان شاء الله الامور سهلة طالما الايكو قال لك انت درجة كام. لا علاقة بين نشاط الغدة وسقوط الصمام، لكن النشاط الغدة فضح القلب، فضحه. تلاتة، لو الدكتور قال جراحة ما تخافش، ما تخافش، ايكو اساسي لمعرفة درجة هل في ارتجاع ولا هو سقوط بس بيعمل الحركة دي بس، فما هو ما يخوفش. ارجع لما بدأت بيه، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، بلاش عزايم. الأكل في رمضان فطار غدا عشاء، المغرب جدا أفطر الفطار العادي بتاعي، بعد التراويح الغدا بتاعي، قبل الفجر العشاء. كل سنة وانتم طيبين، نلتقي باكر إن شاء الله.